أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، يقول العرب: رب ضارة نافعة. ويقول الصوفية: كم من منحة في طي محنة. وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نقول هذا بمناسبة تلك الرسوم الخبيثة السيئة التي ظهرت في صحف الدنمارك وغيرها من بلاد الغرب، تسيء إلى صفوة خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسوم كان من ورائها خير كثير، وإن أساءت إلى رسول الله وأساءت إلى أمة الإسلام كلها في مشارق الأرض ومغاربها. كان من هذا الخير ومن هذا النفع الذي جرته هذه البلوى وهذه المكاره أنها أثبتت أن هناك أمة إسلامية لم تزل حية ولم تمت ولم تهل عليها الأتربة في القبور، لا زالت هذه الأمة حية. أثبتت هذه الرسوم المسيئة المزرية المنحطة، أثبتت أن هناك أمة إسلامية وأنها حقيقة لا وهم، وأن هذه الأمة غضبت لرسولها ومحمدها عليه الصلاة والسلام من المحيط إلى المحيط، من جاكرتا من الفلبين إلى الرباط وإلى موريتانيا، من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي. أثبتت هذه الرسوم وهذه الإساءات والإهانات لنبي الإسلام، أثبتت أن هناك أمة وأن هذه الأمة غضبت لرسولها ومحمدها وقامت تعلن استعدادها للدفاع عن رسولها وبذل النفس والنفيس في سبيل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كسب كبير، كان كثير من الناس يشكك أن هناك أمة إسلامية، لا توجد أمة إسلامية، هناك أمة عربية وأمة هندية وأمة تركية وأمة كذا وأمة كذا، ولكن لا توجد أمة إسلامية. هذا الحادث أثبت للناس أن هناك أمة إسلامية. هذا كسب كبير أن أمة محمد، أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لم تزل حية. هذا